بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في التجربة في هذه يسموها غابة أبردة. هذا المسجد هو يسموه جامع بلوطة ويسموه جامع البرداوي نسبة للغابة هذه اللي هي غابة أبردة. والجامع وجد تحت الأرض لأسباب، أنه هو قريب من البحر، فهو مسجد عنده صبغتين، صبغة تعبدية وصبغة حراسية، حتى العدو اللي كيف يجي من غادي ما يردوش بالو انه فما حاجه، فما مسجد لهنا. والدليل على ذلك ما حتى كشين وصلتوا ما عرفتوش اللي هو جا من هنا. توصل المعلومه بعد ذلك من الجامع هذا حتىش توصل لوسط الجزيره. كيفاش في النهار بالدخان وفي بالليل بالنار. هذه هيك توصل يعني المعلومه لوسط. نعم سريعه. جيش قادم بالضبط. هذا تلقى انه في كل جزيره دايره، بكل جزيره مساجد ماهيش واضح عليها اللي هي يعني مساجد، اما يكون تحت الارض كما هذا، في واحد في سدويكش مجمع لوطا كيف كيف.